مشهد أقل ما يقال عنه بالفاجعة الأليمة التي أحلت بأهالي الحصوة، ما أن تشاهد موقع التفجير الإرهابي بملعب كرة القدم هذا، حتى تشاهد تلك اللحظات التي راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح. المكان الذي أحيط بالشموع والورود لاستذكار أرواحهم الطاهرة. كرة القدم، تجمع للشباب، يعني شباب تعيف الضيم، هذا اللي يداوم بالحشد ونزل يجي يلعب طوبة، يجي هنا يصير استشهاده كرار السماوي، يداوم بالعمليات مال بابل، وين؟ بالرمادي، قبل أسبوع تزوج، يموت هنا، حرام. بس مع صوت الانفجار جيت اركض لهنا، فلقيت جميع الأطفال اللي هنا كانوا يتابعون اللعبة والشباب الرياضيين ملقين هنا على الأرض أشلاء، وقسم بينفس وقسم يعني والساحة متروسة أجزاء من أجسامهم الطاهرة. وإحنا اليوم هنا اليوم الثالث، جينا نحيي ذكراهم، شعلنا لهم الشموع، والبارحة كذلك، وإن شاء الله راح نستمر هنا بحياة ذكراهم. إن شاء الله ما ينالون من عندنا، هم رادوا يضربون وحدتنا هنا بالمنطقة، إحنا كنا أخوان وماكو عندنا فرق بين فلان وعلان وشنو مسميات أخرى. كادر بلادي توجه مع القيادات العسكرية لتفقد عوائل الشهداء الذين سقطوا وهم من السنة والشيعة، مؤكدين على الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية. ولا أراد العدو من خلال هذا التفجير أن يخلق فتنة ما بين أطراف الشعب العراقي، لأن منطقة مختلطة بها نسيج متجانس الحمد لله، متعاون مع الجهاز الأمني، ولكن بفطنة القيادة وفطنة الجيش الأمني استطعنا أن نسيطر على الموقف. تكثيف الجهد الاستخباري ومواجهة الخلايا التكفيرية النائمة من أهم الأولويات التي تقع على عاتق الأجهزة الاستخبارية. هنا سالت دماء الأبرياء، وهنا كان التفجير الإرهابي الجبان. الآراء اتفقت على سوء الأوضاع الأمنية في شمال بابل وضعف الجهد الاستخباري، ناهيك عن تطورات أمنية أخرى أصابت الأوضاع في موقع التفجير. من موقع التفجير في الحصوة شمال بابل، أحمد عماد، قناة بلادي.